نتحدث أكثر حول وضع السوق السعودية في جلسة يوم الأحد مع السيد سعود البتال المحلل المالي. مرحبا بك أستاذ سعود. نبدأ بداية مع السيولة، يعني كما استمعت بالعكس اليوم جاءت الأخبار مطمئنة في وضع كفاية رأس المال للمصارف السعودية، لكن السيولة بالنسبة لسوق الأسهم ما الذي تنتظره؟ هل برأيك هي تخرج لتتبنى محفزات جديدة حتى تعود، أم أن هناك إشكاليات لوصول الأسهم ربما لارتفاعات قوية؟ نعم، أولا أشكركم على الاستضافة أستاذة نهى. طبعا وضع السوق السعودي في هذه الفترة، نحن تعودنا في كل عام في هذه الفترة من كل عام أن تنخفض مستويات السيولة لدى السوق السعودي. طبعا نحن الآن في شهر أغسطس، ومن الطبيعي جدا أن يكون هناك انخفاض نظرا لوجود إجازة صيفية للكثير من المتداولين. الكثير يحجم عن الشراء نظرا لسفرهم خارج سواء المملكة، نظرا طبعا أخذ بعض العطلات والإجازات في فترة الصيف. فمن الطبيعي جدا أن نلاحظ انخفاض أيضا في السيولة. هناك انتظار أيضا للتوزيعات النقدية لبعض الشركات، أيضا هناك انتظار لبعض الأخبار الإيجابية التي تدفع بالسوق للارتفاع. انخفاض السوق من مستويات 6875 نقطة تقريبا، وانخفاض وصوله لهذه المستويات كان مصاحب لانخفاض في أحجام التداول، وانخفاض في أحجام التداول والانخفاض في السيولة بشكل عام في الانخفاضات في أسواق المال يعتبر أمر إيجابي لعدم اقتناع المستثمرين بهذا الانخفاض وانتظارهم لأخبار إيجابية تدفع بالسيولة للارتفاع مرة أخرى، وعودة المؤشر إلى الارتفاعات قد تكون أعلى من مستويات 7000 نقطة. ولكن نربط ذلك بالأخبار الإيجابية، لأن الأخبار الإيجابية هي التي تعيد السيولة مرة أخرى. سعود، يعني 7000 هل هي قريبة؟ ما الذي يمكن فعلا أن يدعم السوق للوصول إليها ونحن نرى سابق ما يزال يحوم حوالي 81؟ نعم، إن كانت هناك أخبار إيجابية فبالفعل سنشاهد 7000 نقطة قريبة جدا، ولكن إن كان هناك عدم وجود أخبار إيجابية فما زلنا نحن في المسار الهابط إجمالا. المسار الهابط قد يوصل المؤشر إلى مستويات 6059 نقطة تقريبا في هذه الحدود. وصولها لهذه المستويات يجعلنا نعيد النظر في حركة المؤشر العام بشكل عام، هل دخلت سيولة أم أن السيولة ما زالت تتناقص. إذا كان هناك دخول سيولة بالفعل حينما نصل لهذه المستويات فنقيس هذه السيولة ونقيس حجم هذا الدخول السيولة، هل الدخول كان بالفعل بأحجام عالية، هل كان هناك بالفعل عودة للارتفاع أستاذ سعود. لكن علي أيضا أن أطرح فيما يتعلق بهذا الارتباط الذي ما يزال موجود بطبيعة الأحوال بقطاعين جدا مهمين، سوق المال والقطاع العقاري، وهذا التطور أيضا يبدو أن هناك عمليات متسارعة في تنفيذ المرحلة الأولى من تطبيق الرسوم على الأراضي. حاليا كيف سيسير سوق رأس المال أو سوق الأسهم مع القطاع العقاري؟ هل نتوقع زيادة التراجع في القطاع العقاري؟ طيب هذه الأموال هل برأيك أيضا ستؤثر أو هذا التراجع سيؤثر على سوق الأسهم؟ صحيح، أحسنتي. بالفعل تراجع القطاع العقاري وتوقعات الانخفاض، حتى مجرد التوقع في انخفاض القطاع العقاري والعقارات بشكل عام يدفع بالسيولة أو يغير مجرى ومسار السيولة من القطاع العقاري إلى قطاع الأسهم. ولدينا بالسعودية لا يوجد غير قطاعين للاستثمار، سواء كان قطاع الأسهم أو قطاع العقارات. فطبعا خروج السيولة وهجرتها من القطاع العقاري أو حتى ركودها أيضا في القطاع العقاري يمنع دخول سيولة جديدة على هذا القطاع، وأيضا يحول هذه السيولة للأسهم. نعم، هل ستشتد تحركات بيعية في القطاع العقاري برأيك، يعني محاولة الاستفادة من الأسعار حتى لا تتراجع أكثر؟ ما هو المشهد بالقطاع العقاري حاليا؟
نعم، حاليا حسب ما ذكر لنا الكثير من الزملاء والكثير الذين يعملون في مجال العقار بشكل كبير وتجار العقار الذين نعرفهم، ذكروا بأن القطاع العقاري ما زال هناك في ركود في القطاع العقاري، بحيث أنه لا يوجد هناك عمليات شراء ولا يوجد هناك عمليات بيع، فقط العمل في القطاع العقاري وينصب بالعمل بشكل كامل في القطاع العقاري فقط في التأجير بشكل عام، وهو إيجار المباني وإيجار الشقق، هذا هو الذي يعمل حاليا في القطاع العقاري. أما مسألة البيع والشراء وشراء الأراضي والعقارات بشكل عام فهناك بالفعل توقف كامل في وركود في هذا القطاع. أتوقع إن تم هناك انخفاض بعد هذا الركود في القطاع، أتوقع أن يكون أن تخرج هذه السيولة وتتجه إن شاء الله إلى قطاع أو تتجه بشكل عام إلى الأسهم. وهذا هو معدل أو هذه هي حركة دوران السيولة داخل المملكة العربية السعودية. طيب، وواضح قطاع البتروكيماويات أيضا نشط فيما يتعلق بالتوسعات وزيادة رأس المال، ولو أنه زيادات رأس المال تتم حسب ما تقوله هذه الشركات أو بعض هذه الشركات عن طريق أسهم منحة مثل نماء للكيماويات كما مر في الخبر، وأيضا فيما يتعلق بالمتقدمة للبتروكيماويات. هل برأيك هذا النموذج من عمليات رفع رأس المال هل هو سيكون متبع؟ ولماذا تلجأ إليه الشركات بهذا الشكل؟ نعم، أولا زيادة رؤوس الأموال خاصة في هذه الفترة وخاصة في هذه الأيام يجب أن يكون مدروس دراسة جيدة من قبل الشركات، لأن ما شاهدناه في الفترة الماضية بالفعل كان مؤسف للكثير من الشركات. هناك قروض كانت كبيرة جدا، وأيضا كان هناك تمويل من قبل البنوك لهذه الشركات، هذه الشركات لم تستفد بالقدر الكافي من هذه الأموال التي اقترضت، ولم تعرف كيف تدير هذه الأموال، لذلك شاهدنا هناك بالفعل عدم دفع أو عدم إيفاء بالالتزامات على هذه الشركات من حيث رواتب العاملين. شاهدنا هناك بالفعل أزمة نوعا ما في إدارة الشركات لهذه الأموال، لذلك دراسة هذه القروض والتمويل التي ستقدم عليه هذه الشركات، وأيضا إن كان لزيادة رأس المال عن طريق التمويل أو غيره، يجب أن يكون مدروس دراسة متقنة بحيث أين ستتجه هذه الأموال وكيف سيستفاد منها وما هو العائد وكيف سيستثمر. طب هذا هل هذا العائد يتم الالتفات إليه؟ يعني رأينا فيما يتعلق بتفاعل المتداولين مع نماء للكيماويات بالعكس متفاعلين مع هذه الأخبار، لأنه حقوق أيضا إصدارات حقوق أولوية، لاحظنا 3% مقدار الارتفاع مع هذا السهم. هل لأنه الخطة كانت واضحة بأنها بصدد أيضا الصرف على مشروعات ومنتجات جديدة؟ نعم، الحقيقة أنا لم أدرس الشركة أو لم أدرس هذه الشركة بالضبط، ولكن إجمالا قطاع البتروكيماويات خرج من أزمة وهي أزمة انخفاض النفط، لذلك أتوقع أن هذه أو يعني الغالب في أو السواد الأعظم في هذه المشكلة قد انتهى من حيث انخفاضات النفط إن شاء الله التي كنا نشهدها في الفترة الماضية. أتوقع أن النفط إن شاء الله مقبل على ارتفاعات جيدة يدعم الرؤية الإيجابية لهذه الشركات. نعم، بأي حدود بشكل سريع أستاذ سعود النفط سيرتفع؟ نعم، من المتوقع حاليا ما زال النفط في مسار هابط، قد يصل إلى مستويات $36 على أقل أو بالأكثر إن شاء الله كانخفاض، ثم يعود إن شاء الله إلى ارتفاعات أعلى من مستويات $50 بإذن الله. أشكرك أستاذ سعود البتال المحلل المالي على كل هذه المعلومات.